أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. الصحفيون لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة. دعت نقابة الصحفيين في خطوات تصعيدية جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة والطعن رسميا على القرار وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر. اجتمع مجلس نقابة الصحفيين برؤساء تحرير الصحف وعدد من كبار الكتاب الصحفيين لبحث الأزمة الراهنة مع وزارة الداخلية لوضع حل لأزمة الصحفيين مع الوزارة. وأسفر الاجتماع للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عن الإعلان عن عدة قرارات تصعيدية على خلفية أزمة اقتحام الداخلية لمقر النقابة. وتصدر استمرار الاعتصام والإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية قرارات الجمعية العمومية، كما تضمنت القرارات تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها. قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ بشمال سيناء لمدة 3 أشهر. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مرا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية لمدة 3 أشهر. اعتبارا من الساعة 1 من صباح يوم الجمعة الموافق 29 من أبريل 2016. ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على حظر التجوال في المنطقة المحددة من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي. ووفقا للمادة الثالثة من القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة ووفقا للمادة الثالثة من القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون بشأن حالة الطوارئ. مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة مشروع مدينة الأثاث بدمياط. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط المشاركة في تأسيس الشركة مشروع مدينة دمياط للأثاث بحصة عينية تتمثل في قيمة الأرض، وذلك وفقا للإجراءات المقررة. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الانتهاء من المشروع القومي الذي يتبناه رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأساس بمحافظة دمياط. الفريق محمود حجازي يلتقي رئيس الأركان الكينية. استقبل الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول موثين رئيس أركان الجيش الكيني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطورات الأوضاع على الساحة الإفريقية ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وخليج السويس. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى جنوب البلاد مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.